السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا كل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. الواحد طول ما باله مشغول بحاجة بيبقى مش مرتاح، والحمد لله ربنا بيجعلنا سبب في برنامجنا أننا نريح بالكم ونجاوب على أسئلتكم. علشان كده فقرتنا النهاردة مفتوحة مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف، وهنستقبل فيها اتصالاتكم واستفساراتكم ونجاوب عليها إن شاء الله. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك ويحفظك ويكرمك ويسترك ويبارك فيك يا رب يا رب. ودايما هندعي ونكثر من الدعاء، يعني نسأل الله يتقبل منا رمضان يا رب العالمين. أمين يا رب. ونعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. السلف كان بيقعدوا يدعوا 6 شهور كده. أيوة أمين. فاحنا على الأقل ناخد شهر ندعي. أيوة. ربنا يكرمك يا شيخ أحمد ويسترها عليك يا رب ويفتحها عليك ويتقبل منك رمضان. فعلا ربنا يتقبل مننا رمضان. الواحد كل شوية يفتكر كده لحظات كده رمضان ويعني يزعل، يقول يعني يا ريتني عملت أكتر كذا، يا ريتني عملت أكتر كذا. سبحان الله، ربنا يتقبل بقى مننا وإن شاء الله نكون اتعتقنا كلنا من النار يا رب. بص، أنا عندي 3 حاجات كده سريعا الناس تعملهم بعد رمضان. حالتك بعد رمضان لازم يبقى فيه هجران وفي زيادة وفي استمرار. هجران وزيادة واستمرار. هجران إيه؟ اهجر كل المعاصي اللي أنت كنت بتعملها قبل رمضان وواظبت على هجرانها في رمضان، واظب بقى، يبقى أنت تهجر كل الإيه؟ المعاصي، يبقى ده هجرة إلى الله عز وجل، ويعني بهجران الإيه؟ المعاصي، أن تهجر ما نهى الله عز وجل عنه. الزيادة مستحيل انت هتكون حالك بعد رمضان زي حالك في رمضان، ده صعب جدا يعني، بس على الأقل بنقول يكون انت في زيادة أفضل مما كنت قبل رمضان. أيوة. يعني أنا كنت قبل رمضان بصلي الفرائض بس، تعالى بقى زيادة شوية اللي أنا بصلي كمان إيه؟ النوافل، فدي زيادة الحمد لله. الحاجة الثالثة الاستمرار. يعني إيه استمرار؟ يعني انت كنت بتعمل، ما ينفعش اللي انت علاقتك بالقرآن مثلا تنقطع، ودايما العلماء علمونا كده اللي ملهوش ختمه لكتاب الله في شوال صعب جدا يبقى ليه ختمه بعد كده. صعب. فانت حافظ على دلوقتي وجاهد النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. طب اعمل ايه؟ الزم الصالحين واياك من الغافلين وفر من العاصين. الزم الايه؟ الصالحين. هيا بنا نؤمن ساعه، ده شعر. وحذار من الغافلين لانهم هيقتلوا الاوقات بتاعتك فتكون في غفله. صح. واياك وفر من العاصين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. نبدا ناخد تليفونات. نجوى اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حضرتك، ازيك يا حبيبتي؟ اتفضلي. الحمد لله. عندي بس سؤال معلش لفضيله الشيخ. اتفضلي. انا عايزه اصلي صلاه التسبيح، وعرفت من على النت يعني طريقتها ايه، سمعت المشايخ كتير. في جزئيه اللي هو المفروض ان وانا ركعه وانا ساجده قصدي هقول 10 مرات اللي هو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. انا دلوقتي عندي مشكله في النفس، عندي جيوب انفيه وحساسيه جامده جدا فيها، فانا اصلا لما باجي اسجد وبدعي مثلا دعاء بسيط بقوم مش قادره اخد نفسي، بقوم بسرعه. فدول هيبقى عددهم كتير عليا ان انا اقول 10 مرات كل مره ب4. ففي هل في حل؟ لان نفسي بيتقطع تماما يعني. الف سلام عليك يا حبيبه قلبي. الله يخليكي. انا عايزه اصليها ونفسي اصليها، بس الحته دي مش عايزه افتي من نفسي، هل اعمل ايه الحل، اعمل فيها ايه يعني؟ معلش استاذنك، عندي سؤال تاني بسيط صغير. اتفضلي يا فندم. في حاجه كده انا بعملها بس خايفه يكون فيها حرمانيه، يعني هي حاجه بسيطه. انا لما جوزي بيديني مصروف البيت وبنزل اشتري خزين والحاجات دي، ساعات بوفر كده حاجات على جنب بس مش بقول له عليها. ساعات مثلا بشيل حاجات على جنب بجيب منها حاجات للبيت. هو جوزي مش بخيل ولا حاجه، بس احيانا يعني بيقف على حاجات تافهه بتبقى بالنسبه له ان هي تافهه، لو عايز اجيب حاجه للبيت، حاجه للاولاد، مش وقته، لا مش عارفه ايه. فهل الموضوع ده ان هو عشان مثلا من وراه في حرمانيه ولا لا؟ حاضر يا فندم. ماشي يا حبيبه قلبي. اما صلاه التسبيح فعلى فكره صلاه التسبيح فيها 4 اقوال. 4 اقوال، منهم من صحح الحديث، ومنهم من قال بانه موضوع، ومنهم من حسن، ومنهم من ضعف. ومن صحح كثير من اهل العلم عليهم رحمه الله صححوا الحديث. خلاص كده. الحاجة الثانية صلاة التسبيح 4 ركعات، لأن في بعض جاي لي أسئلة كتيرة جدا على الفيديو بتاع صلاة التسبيح، هل في تشهد في الأوسط ولا مفيش تشهد أوسط أصلا؟ ده العلماء اختلفوا في المسألة، منهم قال لا هي 4 ركعات متصلة،
واللي قال لا ده هي التشهد الاوسط. طب لو انا التشهد الاوسط اقول التسبيح بعد التشهد لان انا قبل ما اقوم، هي الاسهل انها ما تبقاش فيها التشهد. لا انا بقول الاثنين جائزه، اللي عاوز يعمل كده يعمل كده. اقول بقى التسبيح قبل التحيات قبل التشهد ولا بعد الايه التشهد، ده جائز وده ايه وده جائز. طيب في ناس بتقول هو ينفع ان انا اقول 15 قبل في الركعه الاولى بعد ما اكبر قبل قرايه الفاتحه واقول 10 بعد انتهاء السوره، بعض العلماء اجاز ذلك، وبعض العلماء زي الامام الغزالي عليه رحمه الله قال يجوز ان احنا نسبح ونزود لا حول ولا قوه الا بالله، خلاص وانا عندي كل حاجه 75 تسبيح في كل ركعه، في كل ركعه اللي هي في النهايه 300، ينفع اصلي ركعتين وبعدين اجيب ركعتين اسلم واجيب ركعتين، برضه ده جائز. بص الامر سهل خالص. هي بقى عندها مشكله في السجود. فانا بسبح انا اللي هو ايه ما لا يعني يدرك كله لا يترك ايه كله. فانا بحاول بقدر الامكان ان اسبح على قدر الاستطاعه، لانها ليست فرضا وانما هي من باب الايه من باب التطوع، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الحاجه الثانيه السؤال يعني هي تعمل ايه، يجوز ما فيش مشكله خالص، لكن هل تاخذ الاجر كاملا؟ لا تاخذ الاجر، يعني تسبع على قد قدر الاستطاعه. ايوه يعني هي دلوقتي ساجده تسبع على قدر الاستطاعه، ترفع بقى نفسها وتكملهم وهي رافعه نفسها؟ لا لا ولا حاجه، هي وهي ساجده كده تقول سبحان ربي الاعلى. كنت تقول 10 ما عرفتش اقول 10. ايوه تعمل ايه، تطلع بس لفوق شويه وتكمل ولا لا؟ ما ينفعش، لان السجود لابد ان يكون على الارض، ما قدرتش اقول 10 وانا ساجد. طب عندي فكره. لا يعني بس انا هقول انا اقول لك عندي فكره ليها، قول لي ينفع ولا لا، تصليها وهي قاعده. ما هي المشكله عندها في النفس. لا يعني انا مثلا لسه ده هجيلها دلوقتي. ايوه انا مثلا بصلي دلوقتي وانا قاعده، ما ده لسه فما باجي اسجد فتسجد كده، فما هي مش هتبقى ساجده على الارض. ما ده اللي انا هقوله، ما ده اللي انا هقوله، فبتصلي مش قادره، بصلي على قد الايه اللي انا اصلي مثلا ايه تسبيحات مثلا 3 4 5 على قدر المستطاع. طيب فعلا انا مش قادره اسجد فعلا. ايوه طب عندها إيه؟ مشكله. صلي قومي براسك اللي انا اعمل كده وانا قاعد واقول سبحانه الله والحمد لله ولا إلا الله والله وهو أكبر 10 مرات. أيوة. ده لو أنا مش قادر فعلا إيه أزود خالص. بعض الناس بتتخنق من السجود، صعب عندها. هي عندها مشكلة في الجيوب الأنفية. هي بقى اللي هي تعالج نفسها. يعني. فأنا إيه أمي كده، ده الحل الإيه الحل التاني. عشان ما تبقاش ثابتة الصلاة دي. مفيش مشكلة جميلة بصراحة. طيب سؤالها التاني. السؤال التاني لا دي مش سرقة. دي مش سرقة. وكده عادة كل الزوجات اللي هي بتقول أنا بشيل حاجة للزنقة مش لنفسيها، ده بتقول ده للبيت. مش بصرفها مثلا على اهلي، مش بصرفها على الناس الغرب، لا ده انا للبيت. هل دي سرقه؟ ليست سرقه ابدا على الاطلاق. وده بس المهم اللي انا اخد بالايه اللي هي تاخد بالمعروف، عشان هي بتصرف في النهايه فين؟ في البيت. نعم. معانا تليفون. ليلى. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا حبيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا حضرتك، انا مطلقه وكده وقاعده باولادي مع اخويا معصبينه وابويا وكده راجل كبير. فحضرتك سامعاني يا فندم؟ يا فندم. سامع. انت بتقولي ان انت مطلقه وعايشه مع باباكي؟ باولادك. تمام. معايا اثنين، معايا اولى ثانوي وثالثه ابتدائي. ماشي. فمعامله ابويا لاولادي وحشه جدا وليا. ليه بيعملهم وحش؟ هو والدي يعني بيعمل ولاده وحش جدا. بيعملهم وحش ليه؟ بيعملهم وحش جدا يعني، بس بيعمل اخواتي يعني ولادهم كويس وانا ولادي بالذات بيعملهم وحش. ايوه ليه؟ ايه السبب؟ والله ما في اي سبب. هو بصي بصي بالراحه بس، هو عنده كام سنه؟ عنده كام سنه؟ هو عنده حاجه و70 سنه بس مع اخواتي الثانيين سبحان الله كويس معاهم ومع اولادهم. ايوه بس يعني ولاد اخواتك مش قاعدين معايا صح؟ مش عايشين معايا. لا مش عايشين معايا بس بيجوا يعني على طول، بس لما حتى كنت سايبه بنتي الصغيره ديت مثلا بجيب حاجه من بره وجايه كون جايب حاجه لاخته وعياله وكده ما بيجيبش البنت تبقى قاعده مثلا ما يجيبش ليها وكده، فانا طبعا بيصعب عليا ولادي بيصعب عليا نفسي، حتى اخويا الصغير قاعد يتكلم معاك كذا مره يقول ما تعملش كده، ده دي اللي تستحق عن ولادك الثانيين، ده دي يعني كلمه ليها حلوه بتفرحها مع ان انا اللي شايلاه وانا اللي برعيه وكده، بس من ناحيه اكله وشربه يعني دلوقتي بياكل بره عند اختي الثانيه وعند جوزها. حاضر يا فندم. يعني ده الفلوس تعمل له الاكل وانا اقول له كذا مره يعني انا اعمل لك يعني اكلك وشربك، مش عاوزه منك حاجه والله، لو انت حطيت 10 انا احط 20 قصادها، مش عاوزه حاجه منك ولا يعني وتسوي على قلبه والله خالص، بس مش عارفه ليه بيعامل ولادي وحش. طب هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه لما بتقولي له كده؟ والله العظيم واخويا الثاني عرض عليه كده قال له ده اختك كنينه وبنتك هي اللي بتغسل لك وبنتك هي اللي بتخدمك، طب ليه بتعاملها كده؟ لان مره اختي الكبيره كان محرضاها عليا يعني وكده.
لا هو بيقول ايه رد فعله ايه؟ تقول اختها الكبيره رد فعله يقول لي لا انا مرتاح كده. فعشان في مره قال لي خدي ودي ولادك لاهلهم وكده وانا ما رضيتش. انا قلت له انا هربي ولادي لو عايش حتى عليهم انا هربي. مش عاوزه منك حاجه. حاضر حاضر حاضر. بصوا يا استاذ علاء احنا يعني حاجه و70 سنه فده سن كبير، انا مش ببرر ولا حاجه، لكن عندنا حاجه اسمها الف التعود. الف التعود ان الانسان بيألف حاجه فتعود عليها، اللي هو انت عندك حمزه ربنا يحفظه لك، ولما بيتحرك يمين وشمال وبتاع انت ممكن تعمل ايه؟ تقعد تزعقي فيه، انت بتعمل ايه يا حمزه؟ ما تقعد شويه مش عارف ايه، صح؟ ولو ولاد اختك مثلا جايين يوم كده، جايين يوم عندك مثلا كل 15 يوم، بيبقى المعامله اللي هو يعني مش موجودين معانا على طول، لكن هو بيزعق من باب ان دول. لكن لما نيجي نتكلم مثلا في نفسيه الرجل، انت بتكرههم؟ هو يقول لك لا والله ابدا انا مش بكرههم خالص. طب بنتك بتعملها كده ليه؟ هو ده التعود. خلاص ايه في التعود؟ هو مش كاره بنته ولا كاره ولاد بنته، لكن ده ايه في التعود. طب اعمل ايه معاه؟ احاول بقدر الامكان ان انا اكون بارا بابي، يعني هي تكون باره بابيها، وتحاول بقدر الامكان تقعد معاه كده تقول له يا بابا طب انت يعني احنا بنحبك، انت ليه بتعمل معانا كده؟ وان شاء الله وتراعي السن الايه؟ السن الكبير. وبرضو اخواتها. بس انا في نقطه عاوز اقولها لكل اب وكل ام، اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم. أيوة حتى في المشاعر. أيوة. اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم حتى في المشاعر. وبعدين هي مثلا اتطلقت وجت بيت ابوها، المفروض يبقى هي حاسه بالازمه دي. هي حاسه بالازمه، المفروض الاهل يحتووا بقى بنتهم لما تجيلهم. طبعا اخواتها وبتاع ما ينفعش، حتى التقليب ده ذنب عظيم جدا. طبعا اللي احنا نقلب فلان على فلان، لا ده ذنب عظيم جدا جدا جدا. ربنا يهدي بجد. نعم. يا رب. فاطمه اهلا وسهلا. اهلا، ازيك يا مدام دعاء؟ اهلا يا حبيبه قلبي، اتفضلي. ازي حضرتك؟ كل سنه وانتم طيبين. انت طيبه. انا من الله، انا بحبك في الله جدا والله. ربنا يكرمك يا حبيبه قلبي. والشيخ احمد برضو ربنا يصلح لكم حالكم يا رب، ويخليكم ولادكم يا رب. الله يحفظك يا رب. يا رب. الله يحفظك. يا رب يبارك لك يا رب. معلش انا عندي مداخله، اللي قبل كده كنت سامعه اللي هي كانت بتتكلم ان في صلاه الفجر الشيخ لما قال، انا سمعت الحلقه دي. بس هي ممكن تكون فهمت غلط، بس انا حبيت ان انا يعني حق الشيخ ده عليا ان انا اوضح ان اللي هو ان انا سمعت الحلقه دي. ايوه اكيد ما قالش. انا برضو قلت مش ممكن اي شيخ يقول ادعوا على حد. قال ايه بقى؟ هو كان بيقول ان لو حد مثلا حاسس بظلم شديد جدا في صلاه الفجر يصلي فألم نشرح لك صدرك وقل يا ايها الكافرون. ماشي. وكمان اذا قال لك لو حتى ربنا قالت حتى نصبك ما تشمتش، ولا يقول ايه يعني ما ان انت ما تحسش ان انت شمتان عشان ربنا ما يحاسبكش. انا بس انا اول مره في حياتي اعمل مداخله. نورتينا يا رب. يبارك لك يا استاذه دعاء، يعلم ان انا بحبك جدا ومبسوطه جدا جدا بدخولي مع حضرتك ومع حبيبه قلبي. شكرا يا حبيبتي على مكالمتك دي. هو كان فعلا في حلقه قبل كده في واحده اتصلت وكانت بتسال الشيخ احمد المالكي، بتقول له ان هي سمعت شيخ بيقول انه نقول يعني صور وايات معينه في سنه الفجر لما يكون حد ظلمنا ندعي عليه او يكون العدو يعني، وندعي عليه فحتى انا قلت لها مش ممكن الشيخ يقول ندعي على حد يقول فوضي امرك لله، حسبني، ادعي ان ربنا يجيب لك حقك وينصرك. مش معقول يكون قال ادعوا على حد. فهي بتاكد يعني ان هو ما قالش ادعوا على حد، بتقول ان هو قال لو حسيتي بظلم شديد قوي صلي بالايات دي وادعي. ماشي تمام. لكن هو كان، انا افتكر السؤال، فاكر هل ده ورد في الشرع ولا لم يرد في الشرع؟ قلت هذا ممكن يكون من باب التجربه. ايوه. لكن هل ورد حديث؟ لا، لم يرد حديث في المساله دي. وانا لما حد يكون ظالمني يعني فوض الامر الى الله عز وجل واكثري من قول حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني فعلا حسبي الله ساحره قاصمه الظهر. الكلمه دي حقيقي. هي فعلا لما بتحسبني وانت مظلومه من قلبك وخلاص وبتنسي بقى الموضوع وتسيبي امرك لله، والله ربنا بيجيب حقك فعلا، بتشوفيه قدام عينك كده. طيب معانا ام احمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. وانت طيبه حبيبتي. لو سمحتي انا عايزه اسال، ان انا كنت صايمه 6 شوال، صمت 3 ايام، وبعدين يعني في اليوم الرابع يعني نزلت لي نقطه واحده كده ربنيه، فانا كملت اليوم ما رضيتش افطر، بس برضه في نفس الوقت يعني تاني يوم نفس الشيء رحت انا فطرت،
وهو معادي يعني الدورة الشهرية بتاعتي، فهل هي مبطلة للصوم والصلاة برضو؟ ماشي. ولو حاضر. سمحت ممكن تفضلي. ممكن استفسار صغير لو سمحت يا شيخ، هو يعني بالنسبة لرد المظالم، يعني في أي سن الواحد مطالب برد المظالم اللي عليه؟ يعني حتى لو كان حد أخذ حاجة من حد وهو صغير، هل تعتبر دي مظلمة عليه مطالب بردها؟ ما ماشي حاضر، ماشي حضرتك، هجاوب حضرتك. اما بالنسبه للنقطه وما الى ذلك، هذا خلاف بين الفقهاء في المساله دي، هل تعتبر هذا أي يعتبر هذا دم حيض ولا لا، لان احنا بالخلاف جاي في اقل شيء للحيض، هل هو نقطه واحده تعتبر من دم الحيض ولا يوم وليله زي ما قال بعض اهل العلم. على اي حال يعني لا تحسب هذا اليوم، وعليها قضاء يوم تاني، لان دي بدايه الدوره الشهريه عندها يعني. وده خلاف في اصلا بين الفقهاء عليهم رحمه الله، يعني لا قال له يوم وليله، لا ما بيحسبش ده من دم الايه؟ ما بيحسبش ده دم الحيض. عند المالكيه مثلا لا، ولو نقطه يعتبر دم ايه؟ دم حيض. دي حاجه، فهي لها الحق ان هي تختار، عاوزه تاخد ان هي كم صامها وده يعتبر صائم، ما فيش مشكله، هذا مذهب، والمذهب الثاني يقول لك لا، فده الامر يرجع لها هي يعني. اما بالنسبه لقضيه رد المظالم، ممكن يبقى عيال مثلا عندهم 5 6 سنين، خد مش عارف قلم بتاع مش عارف الكلام ده، هل ده في حاجه اسمها رد مظالم؟ في ده رد المظالم يكون للمكلفين، اللي هو الانسان بقى اللي هو يكتب ده حسنه، لا ده هياخد سيئه، لكن الصبي مش مكلف في المسائل دي. نعم. معانا نجلاء. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. اهلا، ازيك يا استاذه دعاء؟ اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ احمد؟ الله يخليك يا فندم، احفظك. الله يكرمك. بقول لحضرتك، انا يعني انا طبيبه. اهلا وسهلا. وفي يوم دخلت شغلي قلت مثلا كان عندي 45 سنه او 40 سنه. ربنا يحفظك. لقيت المديره بتاعتي وطبيبه تانية متشكلين مع بعضهم. فراحت المديره كتبت ورقه من شكوى فيها يعني في الطبيبه التانية. وكتبت اسمي من ضمن الشهود، انا ما حضرتش الواقعة بس للاسف مضيت قدام اسمي. لما جم طلبوني للشهاده انا رفضت اروح. فانا بقى كده شاهده زور ولا انا شاكه؟ لا خلاص، المهم الشهاده تكون الشهاده اللي هي بشخص الانسان مش بخطي بس، اللي هو انت تكوني واقفه قدام اللي المحقق، هل انت شفتي؟ لا انا ما شفتش. ولو انت رحتي وقالوا لي انا ما شفتش، طب مضيتي ليه؟ والله قالوا لي امضي فمضيت، ما ده خطا مني، لكن انا لم ارى ذلك، لم اشهد. ما راحتش اصلا؟ ما راحتش، خلاص مفيش مشكله خالص، انت مش شهاده ولا حاجه، وانت ما كتمتيش شهاده ولا اي شيء ابدا. اخر مكالمه بقى معانا، استاذ عمر. اهلا وسهلا. اهلا استاذ بقى، اتفضل. معلش هم سؤالين بس للشيخ احمد. اتفضل يا فندم. لو سمحت يا شيخ احمد، حكم الوداعه البنكيه، لو انا مثلا عايز احط فلوس في البنك وعايز اعمل مثلا وديعه او حساب جاري، يعني حكم الاثنين، لو حساب جاري الفوائد بتطلع دي حلال ولا حرام؟ تمام. والوديعه برضه تمام. السؤال الثاني بقى لو سمحتي، معلش يعني، هو لو الانسان يعني او الشباب عموما، لو حد فطر متعمدا بسبب العاده، لو حد عمل ايه؟ ايوه ماشي، فهمت السؤال. حاضر، فهمت السؤال استاذ. حاضر، جزاك الله خير. اما بالنسبه لمساله الحساب الجاري، لا شك، انا بقولها يا جماعه، لا عشان الناس اللي عماله تتكلم كتير في المساله، لا شك ان هذا خلاف بين اهل العلم عليهم رحمه الله، والفتوى المعتمده من الازهر ومن دار الافتاء المصريه انها جائزه، انها جائزه، عشان بس نقفل الباب ده. خلاف، عاوز تاخد براي تاني براحتك، روح خد، انا ما بلزمكش بحاجه، بس ما حدش ينكر ويقول لا دار الافتاء لا ما بتعرفش حاجه، والازهر ما بيعرفش حاجه، وما الى ذلك، تمام؟ وانها جائزه، وده انا الى الان اتدين الى الله به، عشان بس ايه واحد يقول لي طب انت رايك؟ لا انا باخد بالمذهب بتاع الازهر ودار الافتاء المصريه. اما من فعل افطر في رمضان بسبب ما فعله من ذنب، هو قال قضيه العاده السريه، فده لا شك انه ارتكب اثما وذنبا عظيما وانتهك حرمه رمضان. اولا عليه التوبه الى الله عز وجل والاستغفار، يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويستغفر ربه تبارك وتعالى. هل يقضي ولا لا يقضي؟ يقضي، يقضي ما عليه، يقضي ما عليه، لأن أنا عارف أن في كتير من الناس بدأت الأسئلة دي تكثر للأسف الشديد، وبعض الناس بيقولوا يعني مش عاوزين ندخل في المسألة دي، لكن عليه حال، عليه الإيه؟ عليه القضاء، استغفار وتوبة
التوبه. اه طبعا الأهم والقضاء. التوبه والاستغفار والقضاء. والقضاء ليه التوبه والاستغفار؟ لانه انتهك حرمه الايه؟ طبعا حرمه الشهر. نعم ربنا يغفر للجميع يا رب ويستر علينا جميعا. شكريني بقى. شكرا يا شيخ. واشكرك جدا في نهايه فقرتنا، وان شاء الله يعني على طول كده ان شاء الله حلقات كتير مع مشاهدينا، هنبقى فاتحين التليفونات عشان ناخد اكبر اسئله. الو على الهواء مع الاستاذه دعاء. ايوه الو. الفقره المفتوحه. بشكرك يا شيخ احمد، ربنا يكرمك. ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء. بدأنا بعد رمضان سلسلة يحبهم ويحبونا، واللي بنتكلم فيها ازاي نحب ربنا وايه أسباب وعلامات المحبة مع ضيفنا الشيخ أحمد علوان من علماء الأزهر الشريف. يا مرحبا سيدة، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. ازاي نحب ربنا والأهم ازاي ربنا يحبنا، دي حاجة جميلة جدا وأكيد كلنا عايزين نمسك فيها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحب وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه كما كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نتكلم عن أنواع المحبة، وبعد كده هي إيه أسباب المحبة، وبعد كده نقول إيه العلامات اللي من خلالها المسلم يعرف إن ربنا سبحانه وتعالى بيحبه. أنواع المحبة قالوا إن في محبة الله سبحانه وتعالى، وبعد كده محبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى، وفي بعد كده محبة أو الإنسان يحب لله وفي الله. إن أنا أحب ربنا سبحانه وتعالى، هو الحب إنك تحب ربنا سبحانه وتعالى ده شيء كويس. هتسألي أي حد تحب ربنا بتحب ربنا، لكن إيه الأمارات اللي تدلل وتأكد إنك بتحب ربنا سبحانه وتعالى؟ اللي جاي بقى إنك تحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يحب الذين يحافظون على الصلوات الخمس. طيب أنت بتحب ربنا؟ محافظ على الصلوات الخمس؟ لا، يبقى أنت مش بتحب ربنا، يبقى بتقول بالكلام بس. أيوة، يبقى أنا عاوز الحب ده يترجم إلى عبادات ويترجم إلى أفعال، مش كلام وخلاص. ولذلك الحب زي ما بيقولوا مش كلام خارج من اللسان، لا، الحب ترجمة، الحب حاجة عملية. انت بتحب ربنا خلاص، يبقى انت تؤدي ما أمرك الله سبحانه وتعالى به وتفعل ما افترضه الله عز وجل عليك. يعني انا بحب ربنا، طيب انت صليت الفجر النهاردة ولا لا؟ لا، يبقى انت لا، انت الحب ده مش حقيقي ولا وليس حبك لله سبحانه وتعالى صادقا. بتحب ربنا، طب انت بتسمع كلام والدك ووالدتك وتبر اباك وتبر امك؟ لا، يبقى في عندك خلل في حبك لربنا سبحانه وتعالى. بتحب ربنا، طب انت بتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ يقول لك لا، خلاص يبقى انت في خلل في حبك لله سبحانه وتعالى. يبقى نوع المحبة تاني حبك لله عز وجل، بعد حبك لربنا انك تحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى، وده اختبار حقيقي. انت بتحب ربنا بس بتحب اللي ربنا بيحبه ولا لا؟ وبعد كده تحب لله وتحب في الله. تحب لله سبحانه وتعالى يعني ما تحبش لمصلحة، ما تحبش لغرض، ما تحبش لحاجة دنيوية زائلة. انت بتحب الشخص ده، انا بحبه لله وفي الله. بتحبه لله وفي الله، انا مش بحبه عشان انا عاوز حاجة من وراه، او بحبه علشان خاطر مصلحة هيخلصها لي وبعد كده خلاص يعني كل واحد يروح لحاله. لا، انا بحبه حب علشان انا بتوسم فيه خير، انا بحبه علشان انا عرفته عن طريق المسجد، بحبه علشان الراجل ده عمل معايا موقف كويس، بحبه علشان هو نصحني لما احتجت نصيحته. دي كل ده كل حب، ايه؟ حب لله سبحانه وتعالى وفي الله. طيب دي انواع المحبه. اسباب المحبه، الحاجات اللي انا لو عملتها ربنا سبحانه وتعالى يحبني، كما ذكر الامام ابن القيم في المدارك الأسباب المحبة عشرة. أول حاجة قال قراءة القرآن. عايز ربنا سبحانه وتعالى يحبك، اقرأ القرآن. وإذا كان رمضان خلص اللي هو شهر القرآن، لا، إحنا دايما بنقول إن إحنا عايزين حلنا مع القرآن لا يتوقف بانتهاء رمضان. لا، إذا كنت أنت في رمضان همتك عالية
ونشاطك عالي ومقبل على القرآن، بتقرأ كل يوم جزء في رمضان، بتختم ختمة في شهر رمضان، في ناس همتها أعلى بتقرأ جزئين في اليوم في رمضان فختمت مرتين، في ناس همتها أعلى وهكذا. لا، أنا عايزك بعد رمضان يبقى حالك مع القرآن، مش هقولك زي ما كنت في رمضان، بس خلي ليك ديمومة. ديمومة يعني إيه؟ يعني كل يوم تفتح المصحف، كل يوم تتصفح القرآن الكريم ولو حزب. الحزب ده اللي هو نصف الجزء، اللي هو أربع تربع، مش هياخد منك ربع ساعة في اليوم، 15 دقيقة في اليوم من ال 24 ساعة، من ال 1440 دقيقة في اليوم، ادي منهم لربنا أو ادي منهم للقرآن 15 دقيقة تقرأ فيها حزب. لو أنا واظبته على قراءة حزب من القرآن يوميا أختم القرآن في 60 يوم، يعني أعمل 6 ختمات في السنة. ده حلو ولا وحش؟ ده جميل، بس الفكرة أن أنا أداوم على ده. يبقى أول حاجة تخليني ربنا سبحانه تخلي ربنا سبحانه وتعالى يحب أن أنا أداوم على قراءة القرآن، الأمر الأول. الأمر الثاني النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فأنت النوافل مهمة قوي، ولذلك احنا كنا بنقول في رمضان احنا محتاجين ان احنا ناخد شحنة من رمضان. الناس في رمضان بتبقى همتها عالية، همتها عالية بيواظب على الصلاة، وقبل رمضان ما كانش بيصلي الصلوات الخمس، في رمضان حافظ على الصلوات الخمس في المسجد، وكان ما شاء الله ملتزم بالنوافل، برضه واظب على النوافل بعد رمضان، الركعتين اللي قبل الفجر، والاربع ركعات اللي قبل الظهر، والاثنين اللي بعد الظهر، والاثنين اللي بعد المغرب، والاثنين اللي بعد العشاء، اللي هم ال 12 ركعة النافلة دول هتصليهم في قد ايه؟ الركعتين هياخدوا 5 دقايق، ال 12 ركعة هياخدوا منك قد ايه؟ 20 دقيقة، 25، نص ساعة، النص ساعة دول يبنون لك بيتا في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم عن أم حبيبة: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة بان الله له بيتا في الجنة، ب 12 ركعة. تمام؟ يبقى رقم 2 من أسباب المحبة المحافظة على النوافل. 3 دوام الذكر. كان القاضي عياض في الشفا يقول إيه؟ من أحب شيئا أكثر من ذكره. الواد اللي بيحب بنته ولسه على علاقه جديده مع بنته ولا حاجه، كل شويه ايه يبعت لها رساله، كل شويه عاوز يكلمها، يبقى لسه مخلص مكالمه ويكلمها، في ايه اصل انت وحشتين، وقبل ما ينام يكلمها، يصحى الصبح يكلمها، ليه؟ بيحبها. ولله المثل الاعلى، لو اننا صادقين في حبنا لربنا سبحانه وتعالى هنكثر من ذكر الله عز وجل. وده لو احنا ذكرنا ربنا سبحانه وتعالى كتير الله سبحانه وتعالى يحبنا. 3 4 أننا نؤثر ما يحبه الله على ما نحبه نحن. نؤثر، نقدم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه على الحاجات اللي احنا بنحبها. 5 أننا نطالع الأسماء والصفات. نقرا الأسماء والصفات بتاعت ربنا سبحانه وتعالى: الودود، القريب، المجيب، الواحد، الأحد، الفرد، الصمد، الغفور، السميع، سبحانه وتعالى. كل الأسماء والصفات دي، وهي مش 99 بس على فكرة، لأكثر من 99 اسم وصفة لربنا سبحانه وتعالى. فإحنا لو فعلا لو كل واحد خد كده كل يوم صفة أو اسم من أسماء الله وعرف معناه وعرف يعني دلالاته وعرف مقصوده وعرف إيه المعنى ده، وربنا سبحانه وتعالى ليه وصف نفسه بالصفة دي أو سمى نفسه بالاسم ده، هيفرق معنا جدا جدا جدا، وده هيخلي ربنا سبحانه وتعالى يحبنا. رقم 6 إن احنا نشاهد بره إحسانه وجوده وكرمه معانا. يعني في واحد بيعصي ربنا سبحانه وتعالى وبقاله كم يوم بيعصي ربنا، بقاله كم أسبوع بيعصي ربنا، بقاله كم سنة بيعصي ربنا، وربنا سبحانه وتعالى سايبه وأمهله. لو احنا يا أستاذ الدعاء بنتعامل مع البشر، لو أنا أخطأت في حق واحد مرة هيعديها، الثانيه ممكن يعديها، الثالثه هيقول لي الثالثه تبت خلاص، لا تعرفني ولا اعرفك، انت انسان غلط وبتغلط كتير. طب احنا بنخطئ في حق الله كم مره؟ وكم مره في الساعه؟ وكم مره في الدقيقه؟ وكم مره في اليوم؟ والله عز وجل يتجاوز عنا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحسن الينا ولا لا؟ ربنا سبحانه وتعالى بي 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 بيمهلنا ولا لا؟ بيمهلنا. فإحنا لو تأملنا دي هنحب ربنا سبحانه وتعالى. رقم 7 قبل رقم 7 نشوف تقرير. طيب نشوف تقرير من تقارير الخير لمؤسسة سوق الماء ونرجع نعلق عليه.
كتير من الأعمال اللي بينشغل بها البشر، وما أجمل إنك تتشغل بعمل الخير. بفضل دعمكم وتبرعاتكم ومجهودات مؤسسة سقيا الماء المبنية، استطعنا نحن نوصل الخير لكتير من محافظات ومراكز مصرنا الحبيبة، وأواخر محطتنا كانت محافظة إنا. قمنا بتقديم قافلة خير تحت عنوان ومن أحياها، كانت تتضمن الكثير من أوجه الصدقات، منها تجهيز العرائس، توزيع شنط شهر رمضان، توزيع بطاطين، تركيب وصلات المياه، تسقيف البيوت، واللي يعتبر من أهم الإنجازات اللي حققناها بإنا واهتمنا بتوثيقها ومتابعة سير العمل فيها لحظة بلحظة. تم تسقيف البيوت بأسقف ذات جودة عالية لتتحمل أجواء الصعيد من حرارة الصيف وبرودة الشتاء، ولكي يشعر أهالينا بأن لهم بيت آمن يستطيع أن يحميهم من أي ضرر بيئي يقع عليهم. كلنا بالخير ناحية، ساعدنا وساهم معانا ومد ايدك بالخير لينا. اهالينا لهم حق علينا. في مؤسسة سقيا الماء ابواب الخير كتير، اوعى تحرم نفسك اجر وثواب عظيم، وساهم معانا وكل الخير من السباقين. طبعا هنعلق على التقرير ونرجع لرقم 7 بقى في علاقتنا وحبنا لله. أنا لفت نظري في التقرير إن في شباب لابسين التيشيرتات وعليها حاجات جميلة، من ضمن الحاجات اللي مكتوب عليها وما كان ربك نسيا. فعلا لازم الواحد يبقى واثق إنه هو أي حاجة بيعملها الله سبحانه وتعالى لا ينساه. طبعا. أي حاجة. أحصاه الله ونسوه، يعني أنت تنساها لكن ربنا سبحانه وتعالى كتبها لك والملائكة مسجلاها. الخير اللي انت عملته من سنة، من سنتين، من 10 سنين، النهاردة ده مكتوب لك عند ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا ينسى شيئا. لا، انت كمان لازم تعرف ان الحاجة دي حتى لو عدى عليها سنة 2 3 وانت نسيتها، ممكن حد يفكرك بيها، انت عملت ده انا نسيت، لكن انت هتلاقيها بعد 1000 سنة، بعد 2000 سنة، في أرض المحشر، في صحيفة أعمالك ستجد كل شيء. يعني كما قال القرآن الكريم وكما قال ربنا ووضع الكتاب فترى إلى أن قال لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. الحاجة الصغيرة هتلاقيها والحاجة الكبيرة برضو هتلاقيها، سواء كان خير أو غيره، لازم توقن أن هذا مسجل ومسطر. نروح رقم 7 في أسباب المحبة. أسباب المحبة رقم 7 كما ذكر ابن القيم انكسار القلب. إن لازم الواحد ينكسر بين إيد ربنا سبحانه وتعالى، ولازم يتذلل بين إيد ربنا عز وجل، والتذلل ده هيظهر أكتر في رقم 8 اللي هو الخلوة وقت النزول الإلهي. إيه الخلوة وقت النزول الإلهي؟ إنك لما تنكسر أنت بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. كلما نامت العيون وهدأت النفوس والناس خلاص بقى يعني الصوت ما فيش صوت والناس مرتاحة ونايمة وانت بس بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى تناجي ربك، وقت النزول الإلهي اللي هو ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من كذا هل من كذا، إلى أن يطلع الفجر. الثلث الأخير من الليل ده اللي هو وقت السحر، اللي هو أفضل جزء من الليل اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه وبالأسحار هم يستغفرون. ده وقت مميز قوي عند ربنا سبحانه وتعالى ولازم يكون مميز عندنا ونستغله. كنا احنا في رمضان متعودين ان احنا في ناس ممكن بعد ما تصلي التراويح في المسجد او تصلي التراويح في البيت تاخد قسط من النوم كده عشان يقوم قبل الفجر او وقت السحور قبل الفجر بساعه ولا ساعتين، يقوم يصلي ركعتين او يصلي 4 ركعات. فده الوقت ده هيخلي ربنا سبحانه وتعالى يحبك. ده رقم 8. هقول رقم 9 و10 عشان الوقت. رقم 9 ان انا اجالس المحبين الصادقين اللي هو ياخد بايدك لربنا سبحانه وتعالى. الصحبه الصالحه دي في كل حاجه هي الجميله. أيوة. بصراحه لان انا عايز صاحب حد يذكرني بربنا. عايز صاحب حد لو انا قاعد معاه والظهر بيأذن
يقول لي ما يلا نقوم نصلي الاول. هو ده مش الصاحب اللي انا لما اقول له يلا نصلي يقول لي يا عم خدنا على المكتب قوم صلي انت وانا قاعد مستنيك. لا، يبقى مجالسه المحبين الصادقين الذين ياخذون بايدينا الى الله سبحانه وتعالى. رقم 10 والاخيره من اسباب المحبه، انني ابتعد عن كل ما يغضب الله عز وجل وكل ما يكون سببا في ان يحول بين قلبي وبين الله سبحانه وتعالى. ربنا يعني يهدينا جميعا ويرقق القلوب كده، واجعلنا نعمل بكل عمل وبكل سبب يحبب فينا ربنا سبحانه وتعالى. آمين آمين يا رب. نطلع فاصل المشاهدين ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا. المشروع اللي احنا شايفينه ده ممكن يبان لكم مشروع صغير، انا بقول لك اغرس نخله واحده، انت مش متخيل النخله دي ممكن تدي لك قد ايه. احنا ما بنتكلمش على نخله او انتاجها هاخده هبيعه، هو هيديني اكتر واكتر واكتر. انا ما بتكلمش على انتاج هيساعدني يوم، لا، ده انا هاخد الانتاج هبيعه هيبتدي يديني قد ايه، واللي انا هيطلع معايا ده هبتدي ان انا اديه في مشروع خير تاني. الشبكه معايا بتتفرع، ابتديتها بنخله، النخله هتديني فسيله واثنين وثلاثه، بقى عندي مجموعه نخل كله باسمي، مش مطلوب مني ان انا هدفع ثمنه تاني لان دفعت ثمنه قبل كده، زودت وميزان حسناتي بيزيد والشبكه بتكبر وبتتفرع، كل انتاجهم رايح لعمل الخير اللي انت بتحدده. احنا جايبين النهارده الدفعه الثالثه لجمعيه سقيا الماء من النخل صنف برحي، بتتزرع هنا. الدفعتين اللي فاتوا الحمد لله زرعوا بشكل كويس. الصنف اللي بيتزرع حاليا هو صنف برحي، ده اكتر صنف ملائم للمنطقه اللي احنا فيها دي. النخله اللي هتتزرع النهارده هتبتدي تبشر من بعد 3 لـ4 سنين من الزراعه، هتبتدي توصل للانتاجيه الاقتصاديه بتاعتها والانتاجيه القصوى في السنه السابعه، وده اللي هتثبت عليه لفتره طويله. فتره عمر النخل الانتاجي بيوصل ل 150 سنه، ده معنى ان انت بتقعد 150 سنه بتاخد محصول منها اقتصادي صالح للبيع. يعني حتى لو النخله هتقعد 150 سنه دي هتدي فسائل، والفسائل دي هتقعد اكتر من 150 سنه، فدي خير مستمر. ثمره النخيل ليها فوائد كتير، كان طبعا يعني مليانه بالعناصر الغذائيه، وهستفيد منها برضو حتى الانسان نفسه والجسم الانساني. انا عايزه اقول لكل اللي بيسمعونا، السماع مش زي الرؤيه، يا ريت اللي يسمع يجي ويشوف عشان يشوف الحاجات اللي احنا شفناها. لما هيجي وهيشوف المصداقية، لو مش ناوي يعمل هيعمل، ولو عمل هيعمل كمان، واللي هيعمل دوت هو المستفيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. الحديث ده عشان النبي صلى الله عليه وسلم بيحثنا على الزرع، وده مش أي زرع، النخل عمره طويل وثمره كتير، والثمر اللي بيجي منه هينفق على أوجه كتيرة جدا من الخير، وإحنا كده كده في النهاية ما بناخدش غير أكلنا وشربنا وتصدقنا. ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. يبقى اللي أنا بينفعني اللي أنا بتصدقه، ده أنا ببعته عشان يسبقني في الآخرة. كل مالي اللي أنا بسيبه للورثة، لأنه بيبقى تركة بتركها للي بعدي، هم اللي هياخدوها. يا عالم هيتصدقوا عليا ولا لأ؟ فياريت أي حد يشوف الخير ده اللي نتمنى إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتقبله ويجعله في ميزان حسناتنا وحسنات كل القائمين على العمل. فخلي مالك يسبقك،
خلي مالك انت يقابلك في الآخرة، انت اللي تروح له ما تسيبوش، خليه يسبقك للآخرة، وربنا يتقبل من الجميع يا رب، ويجعله ان شاء الله عمل دائم بإذن الله يا رب، ويعنكم ويقويكم على اللي انتوا بتعملوه، ويستعملنا ولا يستبدلنا. شفنا طبعا مشروع الوقف لله النخيل مع مؤسسة سقي الماء، ويعني حتى يعني المتخصصين كلامهم جميل ومتبرعين كلامهم جميل يعني بجد. أنا أخذ من كلام الحاجة الأخير ده إن ربنا يعينكم، ربنا يعيننا كلنا فعلا، وإحنا أي عمل خير محتاج التعاون، محتاج التكاتف، محتاج إن إحنا نبقى جماعيين، يعني كلنا مع بعض إيجابيين، لأن ما فيش خير يا أستاذ دعاء بيكبر لوحده، ولا في عمل بينمو لوحده، حتى النخلة يعني ما بتجيش لوحدها ولا واحد، لأ النخلة بتيجي من مكان، ويجي مثلا تتزرع في أرض وحد يشرفها عليها ويتابعها، فتلاقي في فريق عمل كده يعني علشان يطلع نخلة، بس تلاقي فريق عمل متكاتف متعاون علشان يكبر نخلة ويهتم بنخلة ويهتم. طبعا عندنا الأرض اللي احنا شفناها في النطرون دي ما شاء الله ما شاء الله حوالي 115 فدان اتزرع فيها ما يقرب من 4000 صك نخلة، يعني حوالي 4000 نخلة في الأرض دي، وإن شاء الله إن شاء الله احنا عشان نكمل ال 115 فدان محتاجين إن احنا نكملهم حوالي 10000 نخلة، يعني محتاجين حوالي كمان 6000 نخلة، وإن شاء الله بإذن الله قبل ما تنتهي هذه السنة، قبل ما ينصرف أو ينصرم هذا العام، بإذن الله نكون مخلصين ده، لأن ما شاء الله في همة عالية ومتبرعين نشاطهم عالي وبيحبوا يعملوا الخير، ولما بيشوفوا ده يعني في ناس بتيجي بيزرع نخلته، ولما بيشوف على الطبيعة الأرض دي يقول أنا هكلم والدي، هكلم والدتي، هكلم صاحبي، هكلم إخواتي، أنا نفسي هتبرع في أقرب وقت بنخلة واتنين. فالحمد لله دايما بنرجع ونقول إن العمل الخيري محتاج تعاون، محتاج تكاتف. إحنا من الهدف من موضوع السكوك والوقف ده يا أستاذ دعاء ان احنا عايزين يبقى عندنا في رصيد واكتفاء بعد ما يتم طرح النخل ده بعد سنة او اتنين، يبقى حتة بقى ان احنا عاوزين لا احنا خلاص عندنا حاجة هتجيب لنا ريع، فده هيساهم بشكل كبير في ان احنا يعني نسد حاجات كتير جدا من الناس، ومن الناس الفقيرة والناس المحتاجة سواء في الصعيد او في مطروح او في القاهرة او في الاقاليم، هنلاقي الخير ده والوقف ده والصكوك دي هتصرف على الناس بدون ما نقول احنا محتاجين، لا احنا عندنا رصيد، وهيبقى الوقف ده هو اللي هيأدي الغرض ده ان شاء الله. ربنا يكرمكم يا رب ويتقبل. وهي برضو واحده من المتبرعين قالت كلمه جميله جدا، ان انا دلوقتي الرزق بتاعي او فلوسي اللي بتجيلي دي انا مش بيبقى لي منها غير الحاجات اللي انا اكلتها او شربتها. صحيح. هي دي. صحيح. وبعد كده خلاص كل حاجه بتفضل بعد لما انا اموت، هي تفضل بقى حتى هدومي اللي استمتعت بيها مش هتروح للناس تانية. لكن انا اللي استفدت بيه اللي اكلته او شربته او عملته صدقه لنفسي يسبقني ايه على ده اللي هيقعد الحساب. صحيح. على يوم الحساب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فاللي انت عملته واللي انت يعني ساهمت بيه هو ده اللي هيقعد لك على فكره في الدنيا قبل الاخره. طبعا من عمل لاخرته كما يقول السلف، من عمل لاخرته كفاه الله امر دنياه. فربنا هيوفقك ويوفقك في حياتك، وكمان اعد لك في الاخره، يبقى احنا كسبنا مرتين، كسبنا حاجتين، الدنيا والاخره. ربنا يكرمكم ويتقبل منكم مؤسسة سقيا الماء. آمين. آمين. ربنا يكرمكم. آمين. ونشوف آخر تقرير خير من تقارير مؤسسة سقيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا على هذا المجهود الرائع لهذه المؤسسة سقي الماء. صراحة ربنا سبحانه وتعالى يفرحكم ويدخل السرور عليكم كما أدخلتم السرور على هذه المجتمعات الفقيرة. وأقل ما يفرحون به في هذه الصحراء القاحلة التي ليس لهم فيها مصدر رزق سوى هذه الآبار وهذه الزراعة، فهم فرحوا فرحا شديدا بهذه الآبار. ونشكركم ونشكر كل من دعم ونشكر كل من نسق ونشكر كل من نظم ونشكر كل من دعم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. ستفرحون وسترتوون يوم العطش الأكبر عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم ويبارك في أموالكم ويبارك في أرزاقكم. ولا زالت صحراؤنا تحتاج المزيد من الدعم، فهي بيوتات فقيرة وفيهم الذي يتكبد المشاق حتى يتحصل على هذا الماء. وهذه الآبار تعتبر هي المصدر الوحيد للشرب ولسقي مواشيهم، ليس هناك لديهم مصدر آخر. يعني كنت بنرجع 4 كيلو 5 كيلو عشان بجيب المية. عندنا المية هنا صعبة، ونروح وانت جيب المية، ربنا زي ما الله خير بتوع سقي الماء روحوا هنا عملوا مشروع المية هنا، يعني كفوا ناس كثيرة الحمد لله. ده 753 بير هم عاملين في البلد هنا. يعني الناس والله كانت بتعاني مشكلة المية، يعني عايزين يعملوا بعدين 1 2 3 الناس لسه محتاجة كتير هنا بيار. ربنا يديهم الخير ويجزيهم على الخير ده اللي هم بيعملوه. نسأل الله يجعلهم مازال حسناتهم ويرحم موتاهم كلهم، يرحم موتى المسلمين كلهم. ومن ضمن الأشياء الطيبة التي خدمها هذا البئر وهو رقم 564، خدم هذه المدرسة فيها أكثر من 65 طالب. الطلبة يأتون من أماكن بعيدة يحملون قرب الماء على كتوفهم في مشوار طويل حتى يتمكنوا من الشرب واستعمال الماء داخل هذه المدرسة، لكن بهذا البئر توفرت لهم المياه عن قرب، فهم يشربون ويغسلون أيديهم قبل الأكل وبعده ويتوضؤون ويشربون. وجزاكم الله خيرا. هؤلاء الأبرياء الأطفال الصغار سيدعون لكم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا المسجد الذي يبعد حوالي 10 متر من هذا البئر يوجد به مصلون يصلون الصلوات الخمس، وفيه صلوات جمعة وتقام فيه ندوات، والناس يتوضؤون ويصلون. فاحتسبوا أجركم عند الله عز وجل. ولازلنا نحتاج هذه العزب وهذه البيوت، لم تصلها الآبار بعد، لا زالت تحتاج، نحتاج إلى دعمكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. فنحن قصر الغطاء علينا، نحتاج كثيرا من الخدمات وخاصة المياه، لدينا قصور في كل الإمكانيات المتاحة، فنحن مجتمعات فقيرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن يبارك في أموالكم وفي أعماركم، وبارك الله فيكم ومشكورين، ودمتم طيبين وداعمين لهذه المجتمعات الفقيرة. داعمين لحفر هذه الآبار، بارك الله فيكم. دعمكم في محله وصل إلى مجتمعات فقيرة، أدخلتم السرور والفرح عليهم. من أفضل الصدقات التي تقدمونها حفر هذه الآبار، بارك الله فيكم، أكرمكم الله. بصدقتك وزكاتك مع سقي الماء هتوصل المية لكل محتاج. مؤسسة سقي الماء، نعمل من أجل الإنسان. هذا البرنامج برعاية